باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. اريد ان احدثكم في هذه الليله عن الملكوت. الملكوت يعني ملكوت الله، وده فيه ملكوت ارضي وملكوت سماوي. الملكوت الارضي هو ملكوت ارضي روحي، ملكوت ارضي روحي وملكوت سمائي ابدي. ربنا هو ملك بطبيعته، هو ملك على الخليقة كلها لان هو اللي صنعها، ملك على الخليقة كلها لان هو اللي صنعها، هو الذي منحها الوجود فأصبح يملكها لأن بتاعته هو اللي خلقها. ولذلك المزمور يقول للرب الأرض وملؤها المسكونة وكل الساكنين فيها. الرب مش بس يملك كل إنسان مننا، ده يملك أيضا كل موهبة يعطيها للإنسان. كل حاجة عندك أنت أخذتها من ربنا فأصبحت ملك لربنا. كل ما تملكه إنما أنت وكيل عليه تصرف في حدود ملكوت الله. عشان كده الكتاب السيد المسيح لما جاي يكلم قال إنسان كان عنده كرم وسافر وترك وكيل. كل حاجة بالنسبة لنا نحن مجرد وكلاء، نحن لا نملك إطلاقا، الملك لله وحده. عشان كده الصلاة الربية بننهيها لأن لك الملك والقوة والقدرة إلى الأبد أمين. الملك لله، يملكنا ويملك كل ما نملكه. ولذلك احنا باستمرار بنذكر الله الملك حتى في لحن ابقوره. ابقوروا انت تهيريني مينان انت كريني، يعني يا ملك السلام اعطينا سلام. ولذلك السيد المسيح لما جه اتكلم عن الحلفان قال ولا تحلف بأورشليم لانها مدينة الملك العظيم. مين الملك العظيم ده؟ ربنا هو الملك. وفي سفر زكريا النبي بيقول جميع الامم اتوا ليسجدوا للملك رب الجنود. ومن أجمل العبارات التي جاءت في هذا الموضوع ما ورد في سفر الرؤيا إصحاح 19 آية 16، يقول على ربنا ملك الملوك ورب الأرباب. إذن هو ملك، ملك على الكل. ولذلك يقول الشاعر في سماء أنت حقا، إنما كل قلب عاش بالحب سماك، عرشك الأقدس قلب قد خلا من هوى الكل فلا يحوي سواك. يعني ده العرش بتاعك. ما دام ربنا بيملك وله الأرض وملؤها والمسكونة وكل الساكنين فيها، المسكون يعني الأرض والسماء الجلوب، إذن متى بدأ التمرد على ملكه؟ أول واحد تمرد على ملك الله هو الشيطان لما قال أصعد إلى السماء أصير مثل العلي، يعني عايز ينافس ربنا. وبعدين الإنسان برضو تمرد على هذا الملك لما افتكر أنه لما يأكل من شجرة معرفة الخير والشر يصير مثل الله. تكوين 3. التمرد بتاع الشيطان تمردت معه طغمات كثيرة من الطغمات السمائية، يعني فيه من القوات وفيه من الكاروبيم
والحاجتين اللي ما قالوش عنهم ان جه منهم حد منهم سقط، السرافيم والعروش، لان السرافيم يعني الملتهبين بالنار يرمزوا للحب الالهي، والعروش يرمزوا الى حلول الله، يعني حيث يجلس الله. فاول تمرد كان الشيطان وجنده. بعد كده والشيطان لما تمرد صار هو ايضا ملكا بيملك على الناس الخاضعين له، عشان كده الكتاب بيسميه رئيس هذا العالم. السيد المسيح الرئيس هذا العالم قدين، وقال أبصرت الشيطان ساقطا من السماء مثل البرق من السماء. فالشيطان ملك، وإيه اللي ملك تاني؟ ملكة الخطية وملك الموت، يعني صارت الخطية بتملك على الناس وصار الموت بيملك على الناس، ودي موجودة في الرسالة إلى روميا إصحاح 5، إن بالخطية ملك الموت على الناس. يعني بقى ملك الله مش ليه وحده، لكن احنا دايما نقول له في صلاتنا الربية انت اللي ليك الملك. يعني ايه؟ يعني كل انواع الملك التانية دي انواع زائفة. بعد كده حدث تمرد اخر بحاجتين، حاجة منهم بالفساد وحاجة منهم بالوثنية. الوثنية انكرت ربنا واصبح لها آلهة تانية، والفساد ما بقاش ربنا يملك عليهم روحيا، بقى الفساد هو اللي يملك عليهم. لما ربنا لقى الفساد بيملك على الناس اغرق العالم بالطوفان من ناحية، وحرق اهل سدوم بالنار من ناحية اخرى. دي من جهة الفساد، ومن جهة الوثنية أراد إبادة الوثنية من العالم. بعد كده أيضا ملك الإلحاد، الناس الملحدين اللي بينكروا وجود الله، وملك الجهل على الناس. المزمور يقول قال الجاهل في قلبه ليس إله. وبعدين ملكة الشهوة بكل أنواعها، وبعدين ملك المال، وبعدين ملكة العظمة والكبرياء، وملك الغضب. أصبحت في خطايا بتملك على الناس وبتهزهم هز. خطية الزنا أيضا من الخطايا اللي ملكت على الناس ولا تزال تملك. وبعدين الهرطقات برضو ملكت على الناس، وأصبح كل هؤلاء ليسوا في ملكوت الله. المهم أن كل واحد يسأل نفسه، هل أنت من بني الملكوت ولا لا؟ تعبير بنو الملكوت تعبير جه على لسان السيد المسيح، بنو الملكوت. هل أنت من أبناء الملكوت؟ هل أنت خاضع لملكوت الله ولا في ملكوت آخر بتخضع له؟ لما السيد المسيح لقى الحكاية بالشكل ده جاء يبشر بالملكوت. تلاقي في متى إصحاح 4 من آية 23 إنه كان يكرز بالملكوت ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب، وطلب من التلاميذ إنهم أيضا يبشروا بالملكوت. وفي إنجيل مرقس إصحاح 1 قال للناس قد اقترب الملكوت فتوبوا وآمنوا بالإنجيل. ليه قال قد اقترب الملكوت؟ لأن ربنا ملك على الصليب، ملك على خشبة، زي ما بيقول مزمور الرب ملك على خشبة، بدأ يملك على الصليب. ليه بدأ يملك على الصليب؟ لأن كل الناس الذين كانت تملك عليهم الخطية ويملك عليهم الموت ويملك عليهم الشيطان فداهم على الصليب واسترجع ملكه. عشان كده احنا في أسبوع الآلام نتذكر ملك المسيح على الناس. لكن في ناس ملكت عليهم خطايا معينة،
يعني سليمان الحكيم ملكت عليه الرفاهية والنساء. النساء لأنه من أجل السيدات الغريبات دخل معاهم، عمل لهم معابد وثنية ولم يكن قلبه كامل أمام الله. واحد زي شمشون ملكت عليه النساء أيضا، أو نقول ملكت عليه الشهوة إلى آخره. بالعام ملك عليه المال، ربنا اعتبر ده برضه ملك، فقال لا يمكن إنسان يعبد سيدين الله والمال. ممكن إن الإنسان يملك المال لكن لا يسمح للمال أن يملكه، يعني يسيطر عليه. ولذلك السيد المسيح في الصلاة الربانية في تذكار الملكوت علمنا أن احنا نقول ليأتي ملكوتك، ليأتي ملكوتك، ليأتي ملكوتك. من ضمنها أن ربنا يملك على القلب، ومن ضمنها أن الإيمان ينتشر في العالم كله، ومن ضمنها الملكوت الأبدي. تصوروا لما تبصوا لخريطة آسيا مثلا، شوفوا الصين فيها أكتر من 1,000,000,000، فين ربنا هناك؟ أين ملكوت الله؟ اليابان فيها كام؟ 150,000,000، 200,000,000، أين ربنا هناك؟ الهند فيها كام؟ وإحنا عيال صغيرين كانوا بيقولوا لنا فيها 600,000,000، دلوقتي يمكن 800 ولا حاجة. فين ربنا هناك؟ أين يوجد الله، ملكوت الله في تلك الأماكن؟ لذلك ربنا أوجد له تلاميذ لكي ينادوا بالملكوت، دول خدام الملكوت. اوعوا تفتكروا واحد خادم في مدارس الأحد يقول أنا بتاع تعليمه بس، لا، مفروض يكون خادم للملكوت، يعمل كل ما يستطيع ان ربنا يملك على هؤلاء الناس. زي ما يوحنا المعمدان اراد هذا، قال انا مش حاجة، انا لست المسيح، انا مجرد صديق من بعيد يرى ويفرح، انا جاي اسلم العروس للعريس اللي هو المسيح. اذن خدام الملكوت مفروض جايين يسلموا الناس للملك العظيم، لربنا، لكي يملك عليهم. ده في خدام من انواع وطرق شتى، مش بس مدارس احد، واكبر من كده بكتير، بيفتكروا ان هم يملكوا الناس ويتصرفوا فيهم كما لو كانوا بيكونوا لنفسهم شيعة او شعب او حزب يؤيدهم، يسندهم، ينادي بافكارهم، يبقى هم اللي عايزين يملكوا، مش بينادوا بملكوت الله. هم اللي عايزين يملكوا مش بينادوا بملكوت الله. يعني ايه يأتي الملكوت؟ يعني يملك الايمان، يملك الايمان، ويعني تملك القداسة وثمار الروح، ويعني تملك الحياة. مدام الخطية بتخلي الموت هو الذي يملك، يبقى حياة القداسة تخلي الحياة هي التي تملك. عشان كده القديسين بنقول عنهم ليس موت لعبيدك بل هو انتقال. لكن الخاطي بنعتبر ان الموت هو الذي يملك عليه. الابن الضال قال عليه ابوه ابني هذا كان ميتا وبعدين قال عاش لما تاب. وربنا قال لملاك كنيسة ساردوس، راعي كنيسة ساردوس، إن لك اسما إنك حي وأنت ميت. يبقى الخطاة بيملك عليهم الموت سواء اعترفوا إنهم ميتين ولا لا. والناس اللي بنوا الملكوت بتملك عليهم الحياة، لأنهم لما بيخلوا ربنا يسكن جواهم، والله قيل عنه إن هو الحياة، هو الطريق والحق والحياة، يبقى الحياة بتملك عليهم. فممكن ان احنا نسأل انفسنا، احقا نحن احياء؟ هل احنا احياء فعلا ولا الموت بيملك علينا بالخطية؟ احقا نحن احياء؟ ده
في الرسالة إلى تيموساوس اتكلم عن الأرملة المتناعمة القد ماتت وهي حية. الموت بيملك على الخطاة والحياة تملك على الأبرار. السيد المسيح عشان كده في الأربعين يوم اللي قضاها مع تلاميذه اللي احنا بنعيد بيها دلوقتي كان يحدثهم عن الأمور المختصة بملكوت الله. كيف يمكن ان ربنا يملك؟ هو ملك اولا بالفداء ويملك ثانيا بالقداسة التي يعيش بها الناس. وايضا مش بس حدثهم عن كده ده اعطاهم المواهب التي تساعدهم على نشر الملكوت. كل المواهب اللي اعطيت عشان ايه؟ لنشر الملكوت. مش ناس يكونوا فرحانين ويقولوا عندنا موهبة ألسن علشان يتفرجوا عليهم ولياد الناس قديسين، لا، دي لكي يملك الله. ولو استخدمت أي موهبة في غير وضعها لنشر الملكوت تعتبر استغلال سيء للموهبة وممكن ربنا يرفعها من الناس. ربنا أعطاهم المواهب لنشر الملكوت وأعطاهم الكرازة والتبشير لنشر الملكوت وأعطاهم التعليم أيضا لنشر الملكوت. زي ما بولس بيقول لتلميذه تيموساوس لاحظ نفسك والتعليم وداوم على ذلك، لأنك إن فعلت هذا تخلص نفسك والذين يسمعونك أيضا. تخلصهم يعني تضمهم لملكوت الله. الحاجة اللطيفة بعد يوم البنتكوستي في آخر الإصحاح الثاني من سفر أعمال الرسل يقول وكان الرب في كل يوم يضم إلى الكنيسة الذين يخلصون. الكنيسة هي وعاء الملكوت على الأرض. مفروض ان ربنا يملك على الانسان، يملك على الانسان كله ويملك الله وحده. يعني ما تجعلش ان ربنا شريك يملك معاه، ما فيش ملك اخر، لا يمكن انك انت تعبد سيدين. ومفروض ان يكون ملك الله ملك روحي، لانه قال مملكتي ليست من هذا العالم. ملك روحي عشان انت تخش في الملكوت لازم تملك نفسك لكي تقدم النفس لله. اذا كانت نفسك مملوكة لحد تاني يبقى هتقدمها ازاي؟ لو انت نفسك دي اللي تملكها اجرتها من الباطل لأي حد يبقى هتقدمها لربنا ازاي؟ ما هيجي يلاقي الشقة مشغولة ساكن فيها حد تاني. لذلك قال الكتاب مالك نفسه خير من مالك مدينة. اللي يملك نفسه، يعني يملك نفسه؟ إنسان يملك أعصابه، يملك أفكاره، يملك لسانه، يملك حواسه، وكلها يقدمها لله. الشخص اللي مش قادر يملك لسانه ولا يملك فكره ولا يملك حواسه ولا يملك قلبه يبقى عايش في الملكوت؟ مش ممكن، ما نقدرش نقول عليه عايش في الملكوت. يملك إرادته، ما تبقاش إرادته مستعبدة لأي عادة أو لأي خطية. يضبط نفسه، يضبط نفسه يعني يملك نفسه، وإلا يبقى هو مستعبد لحاجات تانية ما دام ما بيملكش نفسه. القديس أغسطينوس استطاع أن يتخلص من ملك خطيتين كبار أو نوعين من أنواع الضعف. قال إيه؟ قال جلست على قمة العالم، جلست على قمة العالم حينما أحسست في نفسي إني لا أشتهي شيئا ولا أخاف شيئا. اتخلص من الخوف واتخلص من الشهوة. الإنسان الذي لا يشتهي شيئا يبقى مالك نفسه، واللي بيشتهي تبقى الشهوة هي اللي بتملكه.
يعني اللي ارتفع عن مستوى الشهوة يبقى بيملك نفسه، واللي الشهوة بتسيطر عليه تبقى الشهوة هي اللي بتملكه. فبيقول أنا لما أصبحت لا أشتهي شيئا جلست على قمة العالم. حد ليه عند حاجة؟ مش عايز حاجة من حد. زي المقالة اللي ربما تكونوا قريتوها زمان، لست أريد شيئا من العالم. العالم ما فيش فيه شهوة الإنسان الروحي يشتهيه، ولما ما يشتهيش حاجة يبقى ما يخافش من حاجة. السنارة اللي بتصيد الإنسان هي شهواته، السنارة اللي بتصيد الإنسان هي شهواته. فما دام يشتهي حاجة يبقى عايز يبذل كل جهده لكي يصل إلى هذه الشهوة. طب وإذا نال هذه الشهوة يبقى برضو خايف لألا تروح منه أو يفقد أو ما تستمرش معاه، فيشتهي إن الشهوة لا تفقد منه. فيبقى ما اللي بيشتهي بيخاف انه ما يطولش اللي هو عايزه، وحتى لو طاله يخاف انه يفقده. عشان كده أغسطينوس قال جلست على قمة العالم حينما احسست في نفسي اني لا اشتهي شيئا ولا اخاف شيئا. القديس باسيليوس مرة بعت له الامبراطور واحد يهدده فما نفعش معه. قال له لو ما تبعتش أوامر الإمبراطور هينفيك برا البلاد. قال له لا يستطيع أن ينفيني في مكان لا يوجد فيه الله، كل مكان أتنفي فيه يوجد فيه ربنا. قال له طب هيستولي على أملاكك، يصادر أملاكك. قال له أنا رجل راهب لا أملك شيئا. قال له طب هيسجنك. قال له جايز يسجن جسدي لكن لا يستطيع أن يسجن روحي ولا فكري. فاحتار معاه الامبراطور يعمل له ايه. ده شخص مالك نفسه، اللي يملك نفسه لا يخاف ولا يشتهي. عشان كده تلاقي مفيش حد يعرف يغيظه، مفيش حد يعرف هو هيغيظه ازاي، وما فيش حاجه تغيظه. لا يشتهي شيئا ولا يخاف شيئا. عشان كده قديس يوحنا ذهبي الفم قال لا يستطيع احد أن يؤذي إنسانا ما لم يؤذي هذا الإنسان نفسه. يعني ما يقدرش واحد من بره يؤذيك إلا لو أنت كنت بتأذي نفسه. تقول افرض شتمني وزعلني، لو كنت أنت من النوع اللي ما بيزعلش يبقى مش يعرف يعمل لك حاجة. تقول يسرق مني حاجة، لو كنت أنت مش من النوع اللي ما يهموش أي حاجة تتسرق هيعمل لك إيه؟ الإنسان اللي مالك نفسه عبارة عن حصن لا يستطيع أحد أن ينال منه شيء. ربنا هو مالك الأرض وما عليها، للرب الأرض وملؤها المسكونة وكل الساكنين فيها. لكن بدأ الملك ده يفقد. يعني الواحد يقول لربنا هذا العالم الذي خلقته يا رب كم بقي لك فيه؟ ايه اللي انت بتملكه فيه؟ نعدهم ونشوفه، ونبص على الخريطة ونشوف قلوب الناس ونشوف اعمالهم. هذا العالم الذي خلقته يا رب، الذي تملكه بحق الخلق، ايه اللي بتملكه فيه دلوقتي؟ هو طبعا ربنا عايز يسترجع ملكه، لكن في ملك عند ربنا انتهى الى الابد وما عاد ممكنا ان الله يسترجعه، اللي هو القوات الملائكية التي سقطت، الشيطان وجنوده اللي مش ممكن هيتوبوا، اللي حتى لما يحل الشيطان من سجنه هيخرج لكي يضل الامم. دول اتفقدوا وراحوا، اهدي جزء من خليقة الله انتهت وضاعت، لكن الباقيين ربنا بيحاول ان هو يسترجع ملكه. ربنا بيسترجع ملكه بالمعجزات كما حدث في العصر الرسولي، كان اول الناس يشوفوا المعجزة بيخشوا في الايمان. ربنا بيسترجع ملكه بالحب، كل ما يظهر حب للناس الناس يقابلوا الحب بالحب.
ربنا بيسترجع ملكه بالرعاية، بإقامة الرعاة عشان يرعوا الناس. الرعاة اللي قال عليهم بولس ربنا أعطانا خدمة المصالحة، ننادي كأن المسيح بيعظ بنا، ننادي أن نصطلح مع الله. ربنا بعت ناس علشان يصلحوه، يرجعوا ملكه بالعلاج، بقيادة الناس إلى التوبة. ربنا بيسترجع ملكه أيضا بطول الأناح، بالصبر. فضل صابر 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 لغاية لما كسب كتير بالصبر. خدوا مثلا الشيوعيين اللي حكموا في روسيا 70 سنة وربنا ساكت، وقاعدين يقولوا ما فيش ربنا ما فيش ربنا، واللي يقول فيه ربنا يعملوا فيه اللي يعملوه، وفضل ربنا ساكت 70 سنة لغاية لما رجعوا تاني. بالصبر بالصبر وطول البال. ربنا بيسترجع ملكه أيضا بالاحتمال، بيقول مددت يدي طول النهار لشعب معاند ومقاوم. يا ما ربنا تعب مع الناس واحتمل التعب. ربنا بيسترجع ملكه أيضا بالوعود، الوعود الطيبة زي الوعود التي أعطاها للغالبين في سفر الرؤية، اللي يغلب يجرال ويجرال ويجرال. وأحيانا ربنا يسترجع ملكه بالعقوبة، اللي ما يجيش بالحب يجي بقلمين نضاف يرجعوا تاني. في ناس ما يجوش إلا بكده. ربنا مش قصده يأذيهم، لكن قصده يرجعهم. من أمثلة دول يونان النبي. يونان النبي ربنا أرسله إلى نينوى، قال مش رايح، بس مش رايح، وأخذ سفينة رايحة لترشيش ومشي فيه. ربنا قال له طيب، مش نافع معاك الكلام الطيب؟ كان الله قد أعد حوتا عظيما، كان الله قد أعد حوتا عظيما، فابتلع يونان جوه بطن الحوت. قعد يقول يا رب، قال له ها نافع معاك الألمين دول؟ قال للحوت طب خرجه بره، خرجه. بعدين قال له روح نادي على نينوى، راح نادى على نينوى. في ناس ما يجوش إلا بكده، في ناس ما يجوش إلا بكده. ربنا مش قصده يأذيهم، لكن قصده يجذبهم إلى ملكوته مرة أخرى. شمشون ربنا منحه قوة جبارة ما فيش زيها، مشي في الفساد، مشي في الفساد، وأصبح ينتقل من فساد إلى فساد. وبعدين ربنا سمح إن امرأة من دول تخدعه وتلعب بيه وتقصله شعره، ويجوا أعداء ويفقعوا عينيه ويربطوه ويجر الطحونة زي الحيوانات. كويس الألمين دول يا شمشون؟ كويس. رجع بعد كده لربنا تاني، قال له أنا بطلب منك طلبة معلش حققها لي، وحققها لي. ولذلك بولس الرسول في الرسالة للعبرانيين وضع شمشون ضمن رجال الإيمان. قال يعوزني الوقت، انت حدثت عن جدعون وشمشون وغيره. فربنا بيحاول يسترجع الناس إلى ملكه، بيسترجعهم أيضا بخدامه الأمناء، خدام الملكوت اللي زي بطرس وبولس ويوحنا زي الاثني عشر جبابرة بأس. كلهم كانوا شجعان، وكلهم كانوا شهودا لله، وكلهم كانوا شهداء. يوحنا الحبيب اللي ما ماتش شهيد اتعذب عذبات اكتر من الشهداء، لكن دول كانوا خدام الملكوت، ما كانش ليهم عمل غير انهم يبنوا الملكوت. احنا بنقدس الرسل وبنطلب شفاعته ليه؟ لانهم كانوا بناة الملكوت، اللي بنوا ملكوت الله على الارض، اللي كان الروح القدس بيعمل فيهم بلا عائق، اللي قال عنهم الكتاب كان ملكوت الله قد أتى بقوة. كان ملكوت الله إيه؟ أتى بقوة، بيقول بقوة عظيمة. كان الرسل يؤدون الشهادة لقيامة الرب يسوع المسيح، ونعمة عظيمة كانت على جميعهم.
بنوا الملكوت. مسافة 30 سنة وجدنا المسيحية خرجت من أورشليم بعد ما ملأتها وأخذت السامرة ومدن الجليل وذهبت إلى أنطاكيا ونزلت لمصر وليبيا وراحت في آسيا الصغرى وزحفت غربا إلى بلاد اليونان ووصلت إلى روما وإلى أسبانيا وشرقا إلى العراق وإلى الهند. إيه الحكاية دي؟ كان ملكوت الله قد أتى بقوة. بواسطة مين؟ بواسطة خدام الملكوت. مشكلتنا إن إحنا بندعي إن إحنا بنخدم الملكوت وإحنا ضعاف وعظمنا طري، مش صلب زي بتوع زمان دول. زي بطرس الرسول يهيجوا عليه كلهم ويقولوا له بطل كلام، يقول مستحيل، ينبغي أن يطاع الله أكثر بالناس. طب نرميك في السجن، ارمي، نجلدك اجلد. خرجوا فرحين وهم لأنهم حسبوا مستاهلين أن يهانوا من أجل اسمه. دول بناة الملكوت، دول بناة الملكوت. زي بولس الرسول اللي احتمل متاعب لا تحصى وألف الأتعاب أكثر، في الميتات مرارا كثيرة، في السجون مرارا كثيرة، عدد تراكم علي كل يوم، من يضعف وأنا لا أضعف، من يفطر وأنا لا ألتهب، عدا الاهتمام بجميع الكنائس. إيه الجبروت ده؟ دول خدام الملكوت. خدام الملكوت، في خادم من خدام الملكوت يحطوه في منطقة يلهلب المنطقة دي. هو إيه اللي حصل في يوم 50؟ نزل الروح القدس كألسنة من نار على الناس وهم تفرقوا في الأرض، وإذا شعلات النار يتقاذفها العالم كله، وإذا بالعالم قد اشتعل نارا من نار يوم 50. دول الجبابرة بناء الملكوت. مسافة 30 سنة كان الملكوت اكتسح المنطقة دي كلها. لذلك ربنا عايز ناس من هذا النوع. كل ده عن الملكوت الأرضي. من جهة الملكوت السمائي يقول ملكوت وملكوت أبدي في دانيال، ويقولوا في مجيء المسيح الثاني إن ابن الإنسان آتيا إلى ملكوته، ويقول العتيد أن يدين الأحياء والأموات عند ظهوره وملكوته، ويقول على الناس ورثة الملكوت الذي وعد به الله الذين يحبونه. ده ملكوت السموات. ملكوت السموات ده بقى يبتدي امتى؟ هقول لكم يبتدي امتى بالظبط. يبتدي امتى؟ يجي المسيح في القيامة العامة ويقوم الناس ويدين الأحياء والأموات، والأشرار يترموا في البحيرة المتقدة بالنار، والأبرار يسلمهم لربنا. وبعدين يقول الرسالة إلى كورنثوس الأولى إصحاح 15، ومتى سلم الملك لله الآب. متى سلم الملك إيه؟ لله الآب. ويخضع له الكل، وآخر عدو يخضع هو الموت. مفيش موت ومفيش خطية، ويسلم الملك لله الآب. ويبقى في هذا الدهر الآتي لا يوجد إلا ملكوت الله، لا توجد خطية، لا يوجد ضعف، لا يوجد سقوط، لا توجد محاربة من الشيطان، ولا يوجد أي عمل للشيطان يكون قد ألقي في بحيرة النار والكبريت. هنا يبدأ الملكوت السماوي، وتبدأ الأمجاد السماوية، ويبدأ إكليل البر عند الناس. أنا ما بقتش فيه خطية، تكللوا بالبر. وملكوت السماوات ده ملكوت أبدي، لأن على الأرض ممكن ربنا يملك عليك النهاردة وتقول له ولا مؤاخذة يا رب أنا مش فضيلك، بكرة اديري أجازة منك وما تبقاش بتاعه. لكن ملكوت الله في السماء ملكوت أبدي، لا ينقرض ولا يتزعزع
وأشكر حسن إنصاتكم.